احنا موجودين في قلعه الجزائر الناس القصبه يعطوا لها دار السلطان تما لا دو نور دو داي التي ايدي فيها تاسست هذه القلعه في القرن السادس عشر بلو بريسيزيمون 1516 باغ لي فرير بربروز على رجو خير الدين داي على خوجا الى ترانسفيري الحكم تاعو من القصبه السفلى القصر الجنينه الى دار السلطان ولاريفي دو داي حسين اخر دايات اون 1818 Donc, il a transformé beaucoup de choses, des extensions, bna la nouvelle mosquée par exemple. Had la citadelle, m'qsma deux quartiers. Au départ, à l'époque ottomane, c'était une architecture introvertie, كانت مغلوقة, كانوا les remparts et tout. Qui جاوا les colons, les Français, حبوا le souci majeur تاعهم, la jonction بين le bas et le haut. Donc, داروا هاد le percement تاع شهيد محمد طالب. هنا يتواجد ثلاث بيوت تاع الحمام دونك لا سال فرواد البارد البيت البارده البيت الوسطانيه تياد دونك وبيت سخونه لا سال شود هاد المنظر هذا سي لو فواي سي لا نيكس تاع الحمام وين كانوا لي اغا يفوني سو روبوزي ici قمنا بإعادة تأثيث المطبخ جان جهة الموقد وجهة الأواني والنوافذ وكما قمنا بإعادة تأثيث الغرفة غرفة الاستقبال في جناح الأغا وغرفة النوم بجناح الأغا كما قمنا بإعادة تأثيث حمام الأغوات التحف ما نقدوش ما لقيناهاش هنا لان التحف لم نجدها هنا لانه في الفتره الاستعماريه تم نهب كل التحف كل الممتلكات اللي كانت المنقوله اللي كانت في هذه المعالم وحاولنا انه استرجاع بعض التحف من عند الخواص